بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. أول كلمة باش نبدا بها بعدا كنرحب بكم في هذا العرس الثقافي بامتياز. قبل ما نخرط في الكلام ديالي على هذه التظاهرة هذه اللي شاءت الأقدار بأن تكون واحد سيدي إبراهيم، أنتم كيف كتشوفوا البارود راه من الخير؟ نبدا في اول حاجه نوجه التحيه لجميع الزوار اللي زاروا هاد جماعه واحد سيد ابراهيم بهذه المناسبه هذه، وكنادي لهم التحيه، ومن خلالكم كندعي جميع سكينة ديال واحد سيد ابراهيم ولا ديال مدينه مراكش بدون استثناء باش يزوروا هاد التظاهره هذه اللي هي كتحظى بواحد سيد ابراهيم، ويوم الخميس ان شاء الله راه تكون اليوم الختامي فيها. ثانيا باش نزيدوا، اول شيء كنرحب الاخوان ديالي هما في جنابنا، وهادو راه كنحسبوهم من الناس اللي شنو نقول لك، الانسان ديالي عادي يعجز على الكلام عليهم، انهم الاخوان واصدقاء اللي كيأزرونا وديما معنا، وديما كنحسبوا واحد سيد ابراهيم بان راه بلادهم بدون نقاش. واستغلنا حنا هذه الفرصه هذه وقمنا بهذه التظاهره اللي كتشمل اربعه ايام، واليوم ديال الاقصائيات هو خمسه ايام، والتظاهره هذه اللي جعلناها واحد العرس ثقافي بان كنعرفوا اشنو هما الخيل، اشنو القيمه ديالهم لا بالنسبه للتاريخ المغربي ولا بالنسبه للثقافه ديال واحد سيد ابراهيم. هي بس استغنينا باش يكون واحد الايام، واحد اربعه الايام ديال الفرجه اللي يستمتعوا بها السكان ديال مدينه مراكش بدون استثناء، وتطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا للخير في هذا 20 صربه اللي مشاركه في هذه التظاهره هذه اللي كتجمع كاع الاقاليم ديال الجهه 20 صربه، والحمد لله راه غادي تدوزوا عندهم، غادي تشوفوهم، غادي تسولوهم على الاجواء اللي كيعيشوا فيها في واحد سيد ابراهيم. راه ما خليناهمش يحسوا بانهم جاو من شي اقليم، ولكن خليهم يحسوا بان اقليم ديال مدينه مراكش هو الاقليم ديالهم، وجماعه واحد سيد ابراهيم هي الجماعه ديالهم وهي الدار ديالهم، وهذا هو المبتغى ديالنا، وهذا هو اللي كنطمحوا ليه ديما ان شاء الله. الرحمن الرحيم، السيد المحجوب عضو مجلس وطني لحزب اسر ومعاصره، اليوم تنجيو تنأزروا الصديق ديالنا والقيادي ديالنا سيدي محمد الشقيق، اللي في الحقيقه فكرنا في شحال ديال الحوايج، فكرنا في الجامعه كي خصها تكون، فكرنا في التسيير كي خصو يكون، بالنسبه للتنشيط الترفيهي، بالنسبه للجميع، بالنسبه للتنظيم هذا في المستوى. وحنا راجل فخورين، وحنا تنحسبوا واحد سيدي ابراهيم مع صراغنا مع النواحي، تنحسبوا راه دائره واحده، وهذا الشيء اللي خصو يكون، لانه الرئيس خصو يحاول الى ما لقى ما يدير شي حاجه. الناس فين يضحكوا، فين ينشطوا، فين يتواصل معاهم، فين تشوف معاهم. دابا اربع ايام وانا تيشوفوا الناس تاني باش يقولوا لك هكا بنا مسؤولين، والله يعاونوا ويسهل عليه، وحنا معاه والقياده كلها معاه، وان شاء الله الخميس غادي نكون هنا ان شاء الله ونكملوا هذا الحفل الجميل. شكرا.